عبد الشافي، أنا مغربية، تولدت في مدينة العيون ودرست دراستي كلها في أكادير، في مدينة أكادير اللي تربيت فيها، ومشيت في لاكارير ديالي وسافرت ودرت كل الحاجات اللي كنت كنحلم بها. وفي آخر المطاف قلت لازم أنه نحقق حلم كان عندي من الطفولة، هو حلم الأغاني. فبديت لاكارير ديالي هذه في الأغاني هذه 4 سنين، وجيت المغرب باش ان شاء الله نكمل كمان في المغرب المسيره الفنيه ديالي. كانت البدايه ديال لاكارير بروفيسيونيل ديالي من المغرب، وبعدين كانت برشلونه، ومن بعد فرنسا، ومن بعد دبي وابو ظبي. منين حققت الحمد لله الحاجات اللي كنت كنحلم بها، كان في حلم صغير موجود معايا من الطفوله هو حلم الاغاني، فقررت انني نبدا كمان في هذا التحدي الجديد. ودائما الانسان كل ما كان عنده تحديات في الحياه جديدة، كل ما كيكون عنده أمل في الحياة أكثر، وكل ما كيكون باغي أنه كيكون عنده واحد اللذة للحياة جميلة، لأنه الحياة من غير تحديات كتبقى فاد، يعني كتكون ملاش طعم. فعشان كده بديت موضوع الأغاني، بدأ من الإمارات ومن مصر، وإن شاء الله أنا جاي المغرب بس نشوف كمان إن شاء الله في المغرب. باغا ندير أغنية مغربية، باغا ننجح في المغرب، لأنه شوف مهما أنت نجحتي في أي دولة في العالم، ضروري انك تبقى فيك متأصل بالجذور ديالك، وباغي ترجع للمكان المنبع ديالك او مكان البيت ديالك اللي هو الوطن، كتبغي انك ترجع وتحقق فيه ذاتك برضو، يعني فهمتيني. فعشان كده انا موجوده حاليا في المغرب. اول حاجه لانه انا عايشه في الامارات، يعني فكانت الاوبورتونيتيز عندي في الامارات اكثر انني نبدا فيها بحكم انني عايشه تما. ومن بعد كان في لقاءات مع ملحنين وكتاب كلمات مصريين، فهما اللي خلوني انني نمشي لمصر باش انني نبدا اول اغنيه ديالي تكون مصريه. بدات انا اول ما بدات مع الشاعر الكبير هاني عبد الكريم، اكيد كل الناس كتعرف، يعني معروف في الوطن العربي كله، ومع الفنان الملحن وليد سعد، هما اللي بديت معاهم البدايات. وبعدين تعاملت مع طبعا ناس ثانيين لغايه ما وصلنا لمخصماك اللي تعاملت فيها مع كاتب مصطفى حدوته ومع الملحن وليد العطار. الاغنيه اصلا بالذات كانت هي في حد ذاتها تشالنج، اغنيه مخصماك، لانه ما كانش من السهوله انني ناخذ هذه الاغنيه، لانه هي اغنيه مختلفه، كلماتها مختلفه، يعني خارجه عن المالوف، يعني حتى بالنسبه للمصريين كلامها مختلف وجريء، مش بحال الاغاني اللي المصريه العاديه، لا، فيها جراه في الكلام، فيها جراه في اللحن، في التوزيع، يعني هي اصلا اغنيه كلها على بعضها مختلفه. فعجبتني بزاف وخديتها، والحمد لله لقيت صدى جدا رائع في عند الانطلاقه ديالها، وحتى الان يعني الحمد لله ما شاء الله، يعني باقى الاغنيه غاديه وباقى الناس كيسمعوها، وانا جدا فخوره بهذه الاغنيه. صح، هي فعلا عطتني شحنه ايجابيه انني كنقول لا، انه يعني ممكن انني ندير اكثر، يعني nothing is impossible، يعني زي ما كتكون غادي في واحد الطريق باغي دير شي حاجه كيكونوا فيها طبعا اوبستاكل، كيكونوا فيها مثلا تشالنجز، كيكون بزاف د الحوايج، فالانسان بطبيعته كتجيه مثلا احباطات في بعض الاحيان. بس منين جات هذه الاغنيه وشفت الفيدباك قلت لا، يعني nothing is impossible، اكيد الواحد ممكن يوصل لاي حاجه باغي يديرها لو هو ركز واشتغل عليها. في عندي اغنيه انا كنفتخر بها جدا اسمها بنتي حبيبتي، هذه اغنيه كتهضر على الام في اليوم ديال الفرح ديال بنتها، ديال العرس ديال بنتها، اغنيه جدا مؤثره، اغنيه جدا يعني كلماتها جدا مؤثره وحلوه، كنفتخر بها، اسمها بنتي حبيبتي. وعندي اغنيه اسمها كيوتا كمان، هي اغنيه احنا يلاه منزلينها جديده، كمان كلماتها مختلفه، الريتم ديالها مختلف، ان شاء الله تعجب ان شاء الله الجمهور. الاكراهات اللي كانت في البدايه هي اكراهات، يعني نقدروا نقولوا عليها غير مش اكراهات بس يعني تخوفات من العائله، يعني ديما تيقول لك طب انت يعني ديجا عندك واحد يعني حققتي مثلا الحوايج لاكارير ديالك بروفيسيونيل و توسا، يعني الموضوع الفني كيشوفوا دائما صعيب ودائما شي عالم غامض، فهم طبعا من الخوف ديالهم ما كانوش مرحبين بالفكره انني يعني ندخل للمجال الفني. قنعتهم بانه لا، يعني اي مجال في العالم
فيه الكويس وفيه اللي مش كويس، يعني فيه الزوين وفيه اللي ماشي زوين. فانا غادي نمشي في الطريق ديالي، انا عارفه الهدف ديالي فين هو وغنمشي فيه بكل يعني ما اوتيت من اراده، وان شاء الله اكيد غادي يكون في يعني فيدباك ايجابي. الحمد لله كل حاجه ممكنه بالاراده، يعني يكذب عليك حد يقول لك لا اصلا في ضغوطات اصلا في مشاكل. اوكي كيكونوا في مشاكل، كيكون في ضغوطات، كيكون فيه كما قلنا تشالنجز، بس لو انت مصمم على انك توصل اكيد غادي توصل. وهذا الشيء اصلا يعني هذا وعد من عند رب العالمين، انه اي حد مجتهد في اي حاجه مؤمن بها اكيد غادي يوصل لها، بس ما يحبطش. بس يعني طبعا اكيد غيكونوا في احباطات وغادي، وانا كيتحصل لي احباطات طبيعي، بس ما يكونش الاحباطات هي الغالب على حياتك. تحبط شويه، عطي الوقت لراسك تتحبط، تتحبط مع راساتك مزيان، ومن بعد لا قول لا خصني نوض وخصني ندير وخصني نكمل. هذه هي الحياه، لانه كون كانت الحياه كلها كتمشي على واحد الوتيره فما غاديش تكون حلوه وغادي تكون مميته، بدليل انه القلب امتى كيمشي على وتيره واحده؟ فاش كيموت. دونك الحياه فاش غتكون على وتيره واحده هي مش حياه، ما اصبحتش حياه. فضروري خصنا نوضوا ونطلعوا نديروا اب اند داون. علاش اب اند داون؟ هو اصلا القلب ديالنا كيمشي اب اند داون اب اند داون باش كيعيش. دونك حنا نفس الشيء. دابا انا حاليا مركزه على موضوع الاغاني، يعني المجال الفني. اوكي مركزه كمان على انني كما لقيت اغنيه مخاصمك والحمد لله دارت فيدباك حلو، مركزه انني نقام اغنيه مغربيه مختلفه بميوزيك مختلف بكلام مختلف. اوكي وان شاء الله ام شور انه غادي نلاقيها، لانه واتيفر انه احنا درنا شي حاجه في عقلنا اكيد غادي توصلها، غتوصل لها اكزاكتو. اصلا كانوا في ناس كيف تكروني مصريه لما نزلت الاغنيه، لانه كلام الاغنيه صعب على شي وحده ماشي مصريه تغنيه، لانه هو صعب على المصريين. فعشان غنيت الكلام الناس كانوا فاكرين انه انا مصريه، بس انا الحمد لله مغربيه وافتخر بمغربيتي، وتشهرت لانه بديت من تما. فعشان كده الاغنيه بدات من مصر والخليج فتشهرت اكثر تما وعاد وصلت دابا للمغرب. وعلى هذا السبب انا باغا ننجح كمان في بلادي، ومن بلادي ندير انطلاقه ثانيه كمان للخليج والمصر والوطن العربي ان شاء الله، لانه الاغنيه المغربيه اصبحت اغنيه مش بس عربيه، اصبحت اغنيه عالميه، لانه الميوزك ديالها جدا مميز، واي حد ممكن يعني يعني ينبسط من الميوزك المغربي. عندنا ارتام مختلفه، عندنا ثروه فنيه رائعه في المغرب لازم نستغلها اكثر. الفن انا ام بيج فان اوف سميره سعيد، يعني ما شاء الله سميره سعيد مش بس انه سهل انك تضرب معك اغنيه وتنجح، صح سهل، بس الاصعب انك تستمر في النجاح. وسميره سعيد انا بالنسبه لي ايدل، لانه هي مستمره في نجاح مده ما شاء الله اكثر من 30 سنه. اوكي فهو ده الفنان او الانسان بصفه عامه اللي يبدا في حاجه ويستمر فيها. انك تبدا وتنجح ده عادي، بس انك تبدا وتستمر هو ده اللي مش عادي. فعشان كده انا بالنسبه لي الفنانه سميره سعيد ايدل في كل حاجه، في الاغاني، في التصرف، في في في, في يعني في الحياه كنعتبرها ايدل تبع ديالي. سعد المجرد طبعا كمان، يعني هو انا شايفاه بانه حتى سعد المجرد غادي في نفس يعني التراك، انه من نجاح لنجاح من نجاح لنجاح، وهذا مش سهل. يعني مش سهل انك تبدا نجاح وتكمل وتكون واكثر 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 وتوصل لاكثر، هذا مش سهل. معناته انه في اراده قويه، معناته في انه في عزيمه، وفي يعني تصميم على انك مصمم على النجاح. فهذا اللي انا كنشوفه عند سعد كمان. سعد المجرد كنشوف انه انسان مصمم على انه ينجح. اول شيء باش نرد على الجزء الاول من السؤال، يعني شنو اللي تيميز الاغنيه المغربيه؟ اللي كيميز الاغنيه المغربيه هو الميوزك ديال الاغنيه المغربيه. احنا عندنا في المغرب مجموعه مختلفه ديال الارتام الموسيقيه، يعني تلقى امازيغ ريف، تلقى في وسط المغرب، يعني في أرتام مختلفة، وهذه الأرتام كلها ممكن تعطي مئات الآلاف ديال الأنواع ديال الموسيقى. قلتي بأن الموسيقى المغربية مازال ما وصلتش العالمية، لا أنا في اعتقادي أنه هي واصلة، ولكن ماشي بالكيف اللي احنا باغيينه، مازال يعني مازال ممكن يتخدم عليه. هذا هو الحاجة، يعني مثلا جبنا سيرة سعد المجرد، سعد المجرد هو فعلا عرف يعمل هذه الخطوة الأولى، ولكن احنا في المغرب راه عندنا 100,000 سعد المجرد ممكن يكون، وسواء يعني سيدات أو رجال،
يعني فهمتي اللي يقدروا يوصلوا اكثر اكثر الاغنيه المغربيه للاماكن كبيره. اللي كنوعد به الجمهور ديالي هو ان نوال ما غادي تنزل حتى شي حاجه تكون هي مقتنعه بها 100%، وكنوعدوا بالاختلاف بشي حاجه تكون مختلفه. فانا دابا اصلا قالت لي حنايا خدامين على بروجيكت الاغنيه مغربيه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تكون مختلفه وتعجب ان شاء الله الجمهور المغربي والعربي. كلمه اخيره كنقول للجمهور المغربي شكرا بزاف على الفيدباك الايجابي اللي عطاوني وعلى السيبورت اللي انا صراحه ما كنتش متوقعه ابدا، ما شاء الله عليهم. تنشكرهم بزاف وتنقول لهم انا كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله تستناو مني الجديد قريب 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 ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يعجبكم.